بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو موجه لقيادة حزب الله، وبالأخص لحسن نصر الله. أنا كان عمري 16 سنة يوم انتميت لإلكم، وهلأ عمري 36 سنة. أنا شاركت بالحرب السورية من 2012 ل 2018. بال 2016 بسبب هاي الإصابات اللي عندي، ما بدي أذكر الإصابات، عم بذكر التحرير. هذا من آرا، هذا من الجيش السوري، طبيب العسكرية، وهيدي بكاحلي وبركاكيبي وبظهري وعندي براسي، وهاي بطاقة الجرحى وهاي البطاقة الصحي. بال 2016 نقلوني على الألمون، على وحدة 13000، اللي كان رئيسها ومسؤولة علاء، استشهد بحلب، وأبو حسين عديدة، حطوني بقسم التجهيز. قام طلعت الشغلة كلها سرقة وتعفيش. بلغنا أبو حسين، قام أبو حسين بده يحولها على المكتب التنظيمي، رفض علاء، صارت في مشكلة كبيرة. نقلوا أبو حسين على دير الزور، وأنا على قسم تاني. بس ضلت هيدي السرقات قدام عيوني وعم شوفها، وحاولت ارجع بلغ، ما كانوا يقبلوا. قالوا خصوصي ابو محمد عدنان، قال انه هيدي فيها تكليف شرعي من الخامنئي، ايه انه ما حدا يتحرك وممنوع تنفتح هاي الملفات وهيك. فانتشرت هاي القصة. هلا مين نشرها تهموني فيها يعني، وصارت مشاكل بيني وبينه. الحرامية هني جعفر عتشيت، مسؤول وحدة 13000، بعد ما استشهد علاء. أبو محمد عدنان عديدة، وأبو مهدي، الشيخ أبو مهدي من الأقمطية، الشيخ أبو مهدي من الأقمطية مسؤول التجهيز، والسيد فراس، وفيما بعد كمان دخل بالموضوع أبو ياسر ياغي الحرامي الأكبر، وأخو ياسر، واللي حاميهم قال الديناصور فعلاء. كان على مين يا سيد حسن؟ ما بعرفش، بك شوفوا انت. والقضاء وحيد والشيخ مالك، ها المشكلة معهم. أما المناطق اللي انسرقت فهي مزارع يبرود، ومزارع ريما وفليطة والزبداني والبوكمال ودير الزور وحلب. وهي المسروقات هي تراكتورات زراعية، شحنات، سيارات مدنية، جرافات، معامل، بطاريات، تلفزيونات، كل شيء سرقوا، حتى الشبابيك والبواب. وحتى كمان هربوا سوريين من المغاوير على لبنان. وهو الجماعة ما خلوا شيء إلا ما عملوا، قتلوا ونهبوا وسرقوا وعملوا كل شيء. بسبب انتشار هاي السالفة، وانه انا ضليت مصر على الدعوة، بتقوم تعملوا لي قرار فصل. القرار الفصل اجى عيد القواس. طب انت ما شفتن يا سيد حسن، بس هجموا علي بدهم يضربوني، وانا مروح راسي وظهري وركاكيبي وكاحلي، طبقوا في 20 واحد جوا، بدي اقوس. وسبب القواس كان الاستفزاز والتشهير، وفي تقارير طبية بتحكي هذا الموضوع. قوست عليهم انا، مو مستحي بالموضوع، بس بسبب انه ما كانوا يحلوا عني. فبتكافئوا لابو مهدي وبتعملوه مسؤول فوج ال 419، وبعد انتشار هاي بتحلوا هذا الفوج. وهيدي السرقات انباعت بفليطه من البوكمال، وباعت بلقطيفه، وانباعت ب السحل عند حسن الأسمر، وبالقطايفي عند سامر، ومبعد بالهرم الخردة. وفي جيشان، واحد سرقوا له سلاحه، والتاني سرقوا له جيبات وملالات وباعون خردة. أنا اللي بدي أقول لك إياه يا سيد حسن، أنا إلي حق، إلي تعويض وإلي دواء. ما بدك تعطوني إياه، الله لا يسامحك، لا أنت ولا حزبك. هلأ
ما تفكروني مثل ما بعتولي هديك اليوم مسح هاي المنشورات وخلص بنرجع. اقول انا مش قصة بدي ارجع، انا اذا بتفرشوا لي الذهب ما بدي ارجع لعندكم، بدكم تعطوني دواي وتعطوني حقوقي كنبه، ما بدك تعطوني انتم حرين. الله لا يسامحكم والله بياخذ لي حقي. هاي بالنسبه لها. اما بالنسبه بعد هذا الفيديو لهول الحراميه بيتحركوا ويعملوا عناتر وهاك، في الفيديو الثاني والثالث والرابع ساعتها بدها تتطور، تصير مشكله مع حزب الله. اما انا ها ساعتها السالفه بدها تمس حزب الله. انا مشكلتي مع هول العصابه الخمسه اللي هن ابو ياسر ياغي واخو ياسر والشيخ ابو مهدي والسيد فراس وجعفر عتشيت، هاي مشكلتي معهم، وابو محمد عدنان وهاي القرطه كلها سوا، والقضاء المالك اللي بيطلع على تويتر وبيقعد بيحكي وبيساول في انه هو الفهمان وشايخ، والتاني كمان وحيد هذه وقصه لبيك يا زينب ما بتمرق على حدا. انا ما برجع لعندكم لانه انا ما بامن بعقيدتكم. سيدة زينب إلى 1400 سنة بين السنة ما حدا ضربها حجر، وهي السوالف تبعكم ما بتمروا على حدا، عاملين حالكم مؤمنين وأطهار وما بعرفوا أشرف الناس، وهذا الحكي كله سوا. كذبوني إذا أنا مش مزبوط عم بحكي، وخلين سأل أهل يبرود، وخلين سأل أهل ريمة، وخلين سأل أهل فريطة، وخلين سأل أهل البكمال، ما خلوا شي بالبكمال إلا ما سرقوه، حتى المواشي سرقوها وباعوها بالهرمل، والبكبات والتراكتورات وكل شيء سرقوه. ليش منعوكم تفوتوا على رنكوس الجيش السوري بس فاتوا عليها لحتى ما تسرقوا الاثار؟ هذا اللي بدي اقوله. ترجعوا لي حقي رجعوه، ما بترجعوه الله لا يسامحكم لا بالدنيا ولا بالاخره. هالقد